بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم على البايو سنسورز في الجزء الأول اللي هي الحساسات اللي مستخدمة في الأجهزة الطبية، والجزء الثاني حنتكلم على تصنيف الأجهزة الطبية وأيضا كيف يتم عملية الإيفالويشن لأداء أي جهاز طبي. في البداية هنتكلم على الديناميك بروبرتيز اوف بايو سنسورز، وطبعا الطبيعي لاي حساس انه يكون لينير، لكن في الواقع العلاقه او الحاجات اللي موجوده في الحساسات الموجوده في الاجهزه الطبيه او البايو سنسورز بتكون نان لينير، وطبعا هذا بيشكل بعض المشاكل في قياس أو في الحاجة اللي احنا حنقيسها بالنسبة للإشارات الحيوية أو الحاجات اللي نقيسها باستخدام الأجهزة الطبية. فمثلا حنلاقي لو احنا الحاجة اللي احنا كنا نشتي نقيسها حتكون بهذا الشكل، الحاجة الفعلية اللي حيقيسها البايو سنسورز مش حتاخد نفس الشكل، حتكون أكيد مختلفة أو حاجة بتكون ايش لون لينير. طبعا في حاجة ثانية انه ممكن تكون السيجنالز اللي حنقيسها يعني مش بادية في نفس الوقت أو بتاخد وقت معين عشان يحس بها البايو سنسورز. وطبعا يعني لو هذا كان شكل السيجنالز اللي احنا نشتي نقيسها، الحاجة اللي بنقيسها أو بتكون output من البايو سنسورز ما بتاخدش نفس الشكل، وطبعا بتاخذ او بيتعمل لها او بيكون فيها دليل. وطبعا علشان يعني نتخلص من هذه الحاجات او من هذه المشكله، بنضطر ان احنا نعمل سيجنال بروسيسنج او معالجه للاشارات بحيث ان احنا نعمل كوركت او معالجه للبروبلمز هذا اللي بتكون ممكن تكون موجوده في البايو سنسورز. طبعا الان حنتكلم على انواع الاشارات اللي هي الحيويه. اول نوع عندنا حيكون اللي هو البايو اكوستيك سيجنالز اللي هي الاشارات الصوتيه او الاشارات اللي ممكن نسمعها، وطبعا هذا بتشمل الساوند اوف ابر ريسبيرتوري زي اللي هي السبيتش واللونج ساوند اللي هو الصوت اللي بيطلع من الرئه والهارت ساوند. وطبعا ممكن احنا نعمل لها ريجستريد او قياس باستخدام البايو سنسورز عن طريق اما يكون ميكروفون او عن طريق ايش ستسكوب اللي هي السماعه اللي بيستخدمها ايش او بيستخدمها الطبيب. من الحاجات اللي هو او امثله من البايو اكوستيك سيجنالز اللي هي عندنا الهارد ساوند، وهذا الفريكونسي للهارد ساوند سواء للادلت او للفيتس اللي هم اطفال صغير او حديثي الولاده، واللانج ساوند الفريكونسي حقه بيكون من 2 الى 10. طبعا هذا الرقم ما بيعنيش اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الهارت ريت او سرعه نبضات القلب، وانما اللي هي الفريكونسي التردد للاشاره اللي ممكن نقيسها عن طريق الهارت ساوند. النوع الثاني من الاشارات الحيويه اللي هي ممكن تكون اللي هي البايو كيميكال سيجنالز زي مثلا قياس الجلوكوز او نسبه السكر في الدم. وطبعا هذا العملية يا إما تكون بتتم إن بيبو أو إن فيترو، وممكن نقيسها يا إما يكون دايركتلي أو إن دايركتلي. دايركتلي إن إحنا نقيس عفوا إن إحنا نقيس الجلوكوز مباشرة، أو إن دايركتلي إنه يكون في عملية رياكشنز أو تفاعل بين الجلوكوز ومثلا الأكسجين. لو تم التفاعل هذا بيكون ناتج التفاعل اللي هو الجلايكو لاكتون زائد الاتش 2 او، وبعدين بيدينا في الاخر اللي هو الجلايكونيك اسيد زائد اللي هو الهيدروجين بروكسمايد او بروكسايد. وطبعا في الحاجة اللي هي الاندايركت احنا بنقيس اللي هو الهيدروجين بروكسايد، وطبعا كل ما كان نسبة الهيدروجين بروكسايد كبيرة معناها انه نسبة الجلوكوز حتكون ايش
أكثر، لأنه إيش بيستهلك أكسجين أكثر عشان يتم التفاعل. نوع ثاني من هي البايو كيميكال سيجنالز، اللي هي نقيس الكونسنتريشنز، اللي هي تركيز أي مادة موجودة في جسم الإنسان، سواء كان مثلا في البلط أو في اليوريا. ودي طبعا موجودة في مثلا جهاز السبكتروفوتوميترز، وطبعا جهاز معروف في المختبرات الطبية، سواء كان اللي هو الانفراريد أو اللي هو اللي هو السبكتروفوتوميترز اللي بيستخدم الضوء العادي. وطبعا بنقدر نقيس الكونسنتريشنز، تركيز أي مادة موجودة في جسم الإنسان، عن طريق إن نقيس الانتنسيتي أو شدة الاتينويشنز اللي ممكن يحصل لأي سيجنالز إحنا حاطينها على المادة اللي إحنا نقيس، أو نعرف مكوناتها وتركيز كل كومبوننت منها. طبعا العملية بتتم يعني بشكل بسيط، إنه بيكون عندنا لو إحنا نشتي نشوف تركيز أي مادة أو معرفة نوع المادة، بيكون عندنا مادة ريفرنس زي ريجنت معين بنستخدمه، بنكون عارفين نوعه وتركيز الريجنت هذا أو الحاجة الريفرنس، وهنا بنحط المادة اللي إحنا نشتي نشوف نوعها أو كمية التركيز لها، وبعدين بنسلط هنا ضوء بإنتنستي معين وبدون موجي معين. ومن خلال العملية هذه بنقدر إن إحنا إيش نعمل ديتكشن للمادة، وأيضا إيش التركيز الموجود أو نسبة تركيز المادة الموجودة في العينة اللي إحنا إيش بنحاول نقيسها. نوع ثالث اللي هي من السيجنالز أو من الإشارات الحيوية، اللي بيسموها البايو إلكتريك والبايو ماجنتيك سيجنالز. وطبعا في عندنا، أو هي بتمثل العمود الفقري للإشارات الحيوية، عندنا مثلا اللي هي إشارات القلب اللي إحنا بنسميها، أو إشارات رسم القلب اللي هي ECG. طبعا الفريكونسي حقها من 0.2 إلى 200 هرتز، والأمبليتيود من 0.1 إلى 10 ملي فولت. طبعا هذا بيشكل صعوبة في عملية اللي هي السنسورز أو الحساسات المستخدمة في الأجهزة الطبية، لأنه الأمبليتيود اللي إحنا بنقيسه لأي إشارة كهربائية أو بايو ماجنتيك بتكون الأمبليتيود حقها ضعيف أو صغير جدا. يعني لازم يتم يعني كذا عملية من حيث عمليات معاينة الإشارة وتكبير الإشارة والتخلص من النويز وهكذا. أيضا عندنا اللي هي الإشارات اللي هي رسم البرين أو الدماغ اللي بيسموها الـ EEG، إشارات رسم العضلات اللي هي الـ EMG، اللي هي الستوموك. في أشياء كثيرة من اللي هي البايو إلكتريك والبايو سيجنالز اللي ممكن تمثل إشارات حيوية بنقيسها بجسم الإنسان. نوع رابع اللي هو البايو ميكانيكال سيجنالز، وطبعا هذا بيعتمد على الحاجات الميكانيكية اللي ممكن تتم داخل جسم الإنسان، مثلا زي البلس أو الهارت ريت، البريثنج ريت، نسبة عدد الأنفاس اللي بيخدها جسم الإنسان، البلد بريشر، ضغط الدم، سواء من الشرايين أو الأوردة. في أشياء كثيرة، البلد فلو فلوسيتي، حاجات ممكن أو هي بتمثل إيش اللي هو البايو ميكانيكال سيجنالز. أيضا من البايو ميكانيكال سيجنالز الحاجات المهمة إن إحنا نقيس البريجر. وطبعا القياس البرجري يا إما يكون نان انفيسيف، وطبعا هذا النوع المشهور اللي هو عن طريق إن إحنا نستخدم اللي هو الكاف من خارج الجسم، أو ممكن يكون القياس عن طريق اللي هو بحاجة بيسموها الانفيسيف بروب، وطبعا هذا حساس بيكون بهذا الشكل، وبنقيس داخل الأوردة أو داخل شرايين إيش الجسم الإنسان. من الحاجات أيضا اللي هي البايو ميكانيكال سيجنالز اللي احنا نقيسها الفوليوم، وطبعا بنقيس الفوليوم في هذا السنسورز، عن أو هذا السنسورز بيكون موجود في معظم أجهزة التنفس. نقدر نحسب الفلوريت عن طريق إن احنا إيش نحسب الفوليوم، والفوليوم بنحسبه عن طريق إنه إيش نحسب فرق الضغط، في الضغط اللي هو في بداية السنسورز والضغط اللي هو في نهاية السنسورز. من خلال المعادلة هذه نقدر نحسب إيش الفلوريت أو الفوليوم للهواء المتدفق، وطبعا هذا يعتبر أهم جزء أو أهم
كومبوننت من المكونات الرئيسية لجهاز التنفس. أيضا ممكن نحسب أو نقيس اللي هي الفلو فلوستي اللي هي سرعة تدفق الدم، وطبعا هذا معمول أو موجود في أجهزة الإيكو اللي هي الدوبلر، يسموها الدوبلر إفكت، اللي هو جهاز الموجات الصوتية أو الفوق صوتية لقياس وظائف القلب. نقدر من خلال السنسورز هذا إن إحنا نقدر نعرف اتجاه وأيضا سرعة يعني حركة الدم داخل جسم الإنسان. أيضا ممكن نحسب اللي هي أو نقيس الكاردييك أوتبوت، وطبعا هذا بيبين لنا إيش اللي هي أو بيكون إنديكيتورز للدايليشنز الخاص بعضلات القلب والحاجة الموجودة في قلب الإنسان. من الحاجات اللي هي البايوميكانيكال أيضا سيجنالز اللي هي الماس، نقدر نقيس الكتلة حتى لو كانت يعني أشياء بسيطة جدا باستخدام اللي هو الكوارتز مايكرو بالانس، وطبعا هذا بيستخدم سنسورز بشكل معين. نوع خامس من أنواع الإشارات الحيوية اللي هي البايو أوبتيكال سيجنالز، وطبعا هذا اللي معتمد على الأوبتيكس اللي هي الضوء والأشياء المشابهة له، زي مثلا احنا نقيس الأوتو ساتوريشنز اللي هو نسبة تشبع الدم أو جسم الإنسان بالأكسجين، وطبعا زي ما موجود في جهاز البالس أوكزيمتر أو بيسموها الإس بي أو تو اللي نقدر من خلال احنا نقيس نسبة تشبع الدم بالأكسجين، وطبعا هذا بيتم عن طريق سنسورز خاصة بتحس بإنفراريد أو إنفراريد لايت أو ونقدر من خلالها إحنا نعرف إيش نسبة تشبع الأكسجين أو الدم بالأكسجين. آخر حاجة من أنواع السيجنالز اللي هي بيسموها البايو ثيرمال سيجنالز اللي هي الإشارات الحرارية، وطبعا هذه موجودة في حاجة بيسموها الثيرموغرافي، نقدر من خلالها نحن نعرف إيش حاجة أيضا على البودي تمبريتشرز، والتصوير الحراري في الفترة الأخيرة طبعا أصبح له فائدة يعني كبيرة في تشخيص مثلا الأورام أو تشخيص الأمراض المختلفة في جسم الإنسان. الجزء الثاني من المحاضرة حنتكلم على اللي هو تصنيف الأجهزة الطبية أو الكلاسيفيكيشنز أوف بايوميديكال انسترومنتس. طبعا بإمكاننا إن إحنا نصنف الأجهزة الطبية بناء على الكوانتيتي اللي إحنا بنقيسها أو الكمية اللي إحنا نشتي نقيسها باستخدام البايوميديكال انسترومنتس. ممكن تكون الكمية هذه بريجر أو فلو اللي هو تدفق أو تمبريتشرز. أيضا ممكن نصنف البايوميديكال انسترومنتس بناء على الأورجنز اللي إحنا حنستخدمه أو حنستخدم البايوميديكال انسترومنتس للقياس. ممكن يكون القياس في الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الجهاز الدوري، أو في البالمونري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، أو في النيرف سيستم، وبيتم تصنيف الأجهزة بناء على الأورجنز نفسه. أيضا ممكن نصنف الأجهزة الطبية بناء على البرانسيبلز أو مبدأ عمل الجهاز الطبي، وطبعا هذا ممكن يكون يعني بيعتمد على الحساسات أو السنسورز الموجودة في الجهاز، ممكن تكون ريسيستيف أو كاركتيف أو إلكتروكيميكال أو إلكتروميكانيكال أو إلكتروماغنتيك أو ألتراسونيك. أيضا ممكن نصنف الأجهزة بناء على الكلينيكال أبليكيشنز أو فين هيستخدم الجهاز هذا بالضبط. ممكن يكون في الحاجات اللي هي البيدياتريكس اللي هي طب الأطفال، أو في الكارديولوجي اللي هو القلب أو في أمراض القلب، أو في الراديولوجي اللي هي الأشعة أو أقسام الأشعة زي مثلا أجهزة الأشعة، الأجهزة المستخدمة في الكارديولوجي اللي في القلب أو في البيدياتريكس الأطفال وأشياء أخرى كمان. طبعا من الحاجات المهمة اللي لازم يكون المهندس الطبي عارفة عن البايوميديكال انسترومنتس اللي هي الميجرمنت انبوت سورس، اللي هي المصادر الحاجات اللي المفروض نقيسها. في عندنا 3 أنواع من الانبوتس اللي المفروض الجهاز الطبي بيقيسها. أول حاجة اللي هي بيسموها ديزرت انبوتس اللي هي بتمثل الميجرمنت أو الحاجات اللي المفروض إحنا بنقيسها أو المطلوب نقيسها.
الحاجة الثانية بيسموها الانترفيرينج انبوتس، وهي الحاجة اللي ممكن نعمل انترفيرنس بين الحاجة اللي احنا بنقيسها او الحاجة اللي المفروض ما نقيسهاش. والحاجة الثالثة اللي هي بيسموها المودفايد انبوت، وهي طبعا بتمثل اللي هي الاندزرد او الاندزرد كوانتيتيز او الكميات اللي المفروض احنا ما نشتيش نقيسها او المفروض احنا نتخلص منها. كاكزامبلز للانبوت سورس او للميجرمنت انبوت سورس، اللي هي مثلا في الجهاز الاي سي جي او في الاي سي جي سيجنال ميجرمنت، الديزرت انبوت او الاي سي جي فولتج اللي هي كهربائية الموجودة في القلب، هذا بتمثل الحاجة اللي احنا نشي نقيسها عشان نقدر نرسم اللي هي الإشارة المعروفة للقلب. طبعا الاي سي جي فولتج بتمثل الديزرت انبوت. الانتربيرنج انبوت اللي هي عبارة عن 50 هرتز نويز اللي بتجي من الكهرباء الموجودة في الجهاز. والموديفايد انبوت مثلا زي الاورينتيشنز للبيشنت كيبل، الكيبل نفسه حق يستخدم لقياس الإشارة، هذا يعتبر إيش موديفايد انبوت. طبعا في حاجة مهمة لازم نكون عارفين اللي هي الكاركترستيك أو الخصائص اللي بتميز أداء أي جهاز، أو بيسموها الكاركترستيك أوف انسترومنت بيرفورمانس. طبعا أي جهاز طبي جديد لازم نعمل ايفالويشن للبرفورمانس او الاداء، او لازم نعمل تقييم للاداء للجهاز هذا. طبعا بنستخدم تو كلاسز من الكاركترستيك هذا، اللي هي ممكن تكون الستاتيك كاركترستيك والديناميك ايش كاركترستيك. طبعا الستاتيك كاركترستيك اللي هي بتوصف البرفورمانس او بتوصف اداء اللي هي حاجه بيسموها الفيري لو فريكوانسي انبوت، او اللي هي الحاجات اللي هي بتكون التردد حقها ضعيف جدا، او ممكن تكون ثابته او ما بتتغيرش مع الوقت او مع التايم. ممكن نقول عليها انها بتسكرايب البرفورمانس فور دي سي، عشان نقول دي سي حاجه اللي بتكون ثابته ما بتتغيرش مع التايم او مع الزمن. والحاجه الثانيه اللي هي الدايناميك كاركترستيك، ودي بتوصف او هذا بتوصف الاي سي او الحاجات اللي هي هاي فريكونسي ايش انبوت. طبعا استخدام التو كاركترستيك او التو كلاسز من الكاركترستيك هذا بيمكننا ان احنا ايش ان احنا نقيم اداء الانسترومنتس، وايضا نقدر من خلال الكريتيريا هذا انه نعرف هاو ويل الانسترومنتس بيقيس او بيحسب الديزرت انبوت، وايضا الاوتبوت هل تعتمد على الانتربيرينج والموديفايد او الموديفاين انبوتس او لا. طبعا الحاجات اللي بتكون ستاتيك كاركترستيك وبنستخدمها احنا عشان نعمل ايفالويشن او تقييم للبايوميديكال انسترومنتس او للميديكال انسترومنتس او الجهاز الطبي، اول حاجه اللي هي الاكيوريسي، وهذا بيتكلم او معناها اللي هي الدقه، وهي بتعريف اللي هي بدريفيس تدري او درجة التوافق بتوين بين الحاجة اللي احنا نشتي نقيسها والحاجة اللي ايش اللي هي الستاندر. وعلشان نحسب الاكوريسي اللي هي عبارة عن الفرق بين الترو فاليو القيمة الحقيقية ناقص القيمة اللي بيقيس الجهاز الطبي مقسومة على ايش على الترو فاليو. الحاجة الثانية اللي بيستخدم أو البارامترز الثاني اللي بيستخدم في عملية التقييم اللي هي البريسيشنز، وهذا اللي هي معناها الأحكام، وهي بتمثل ايش الديجري اوف ريفاينمنت اوف ميجرمنتس، يعني دقة الحساب نفسه أو الأرقام اللي احنا بنستخدمها في الحساب. مثلا احنا نقول مثلا 2.43، أو لو مش يستخدم تعبير أدق أو بريسيشنز أكثر هنقول 2.434. أيضا عندنا الريزوليوشنز اللي هي يعني أصغر تغير ممكن يحصل للكوانتيتي أو الكمية اللي بنقيسها باستخدام الميديكال انسترومنتس. في عندنا اللي هي الري بروتكتابيلتي، الستاتستيكال كنترول، الستاتستيكال سنسيتيفيتي، وكل الأشياء هذه بنستخدمها عشان نعمل ايفالويشن للميديكال ايكويبمنت. وطبعا بتكون من الحاجات اللي هي بنسميها الستاتستيكال ايش أو الستاتستيك كاركترستيك. في أيضا الزيرو درافت،
وفي أيضا اللي هي الأساس الاستكراف. طبعا هذا يتقسم لو في حاجة أو عيب في الصناعة أو في كذا ممكن يفرق عن الحاجة المفروض الجهاز يقيسها أو يطلعها. في أيضا اللي هي اللينيرتي، الانبوت رينج كامل رينج والماكسيموم انبوت والماكسيموم اوتبوت. في عندنا كمان أيضا اللي هو الانبوت امبيدنس، وكل هذا البارامترز نقدر من خلالها نحن نعمل ايفالويشنز للميديكال انسترومنتس. النوع الثاني من البارامترز اللي بيسموها الدايناميك كاركترستيك، طبعا وهو هذا اللي بيكون موجود كثير، لانه معظم البيولوجيكال سيجنالز او الاشارات الحيويه بتكون ما لها تايم فارينج او تغير مع الزمن. وطبعا نقدر من خلال الدايناميك كاركترستيك او الحاجات اللي بتكون نستخدمها علشان نعمل ايفالويشن لاي ميديكال انسترومنتس، اللي هي وهي بتكون دايناميك كاركترستيك، اللي هي زي الترانسير فانكشنز، التايم ريسبونس، الفريكونسي ريسبونس، وايضا الفيز والتايم ديلي. الدايناميك كاركترستيك علشان تبان او نقدر من خلال احنا نوصف اي ميديكال انسترومنتس، بنحتاج ان احنا نوصف الانسترومنتس هذا عن طريق اللي هي الديفرنشال ايكويشنز. والديفرنشال ايكويشنز طبعا بنحتاج فيها ان احنا يا اما تكون فيها تفاضل او تكامل. وبعدين من الديفرنشال ايكويشنز ممكن نحن نحسب اللي هي ترانسير فانكشنز، والترانسير فانكشنز طبعا نقدر بعد كذا نحسب منها تايم ريسبونس او الفريكونسي ريسبونس لاي سيستم او لاي ميديكال انسترومنتس. وايضا من خلال ترانسير فانكشنز ممكن نعرف او نحسب او نكون على علم بالاستابيليتي لاي سيستم. طبعا بيكون عندنا انواع كثيره من السيستمز، ممكن يكون السيستمز هذا زيرو اوردر سيستم او زيرو اوردر انسترومنتس. وطبعا في الزيرو اوردر انسترومنتس بيكون الاوتبوت هو عبارة عن نفس الانبوت بس معمول له بروبورشنال او مضروب في رقم معين. وطبعا زي كاكزامبل او كاكزامبل اللي هو لينير بوتنشوميترز. ايضا فائدة الترانسير فانكشنز انها نقدر من خلال احنا نعرف العلاقة بين او الريليشن شيب بتوين الانبوت والاوتبوت اللي في اي انسترومنت. ايضا لو كان السيستمز او الانسترومنت من الفيرست اوردر معناه انه الترانسير فانكشنز حقها حتكون معادله من الدرجه الاولى، يا اما يكون فيها تفاضل او تكامل زي مثلا اللو باس فلترز. السكند اوردر سيستم يعني انه حيكون معادله الترانسير فانكشنز حقها من الدرجه الثانيه، يعني يكون فيها تفاضلين او تكاملين. وطبعا في عندنا الثيرد اوردر او الفورث اوردر، او يكون في السيستم اللي هو بيسموها التايم ديلي. وطبعا هذا اللي السلايد حتكون ختام لمحاضرة اليوم، وإن شاء الله الحاجات اللي تكلمنا عليها اليوم حنتكلم عليها بتفاصيل أكثر في المحاضرة الثانية. أخيرا أي سؤال؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.